بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ألن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا
صادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة
أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقى على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء حكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني حديث
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله.